قليلا في اللغه العربيه الفصحى، كان مديرا عاما في السفارة الهندية سابقا، حاليا مدير العلاقات العامه للاتحاد الدولي للثقافه العربيه، ومدير العلاقات العامه لنقابه العاملين للمهن الثقافيه، ومدير العلاقات طبعا انا وجود الطيب المدير معنا خلق مستهدف الاستاذ صاحب خلق رائع يزيد منه الجميع، مكان اتسع فرحا اتسع بشتى انواع الفرح والسعاده لوجوده معنا اليوم. تحيه لك من القلب معطره بكل ما يحتمه من الانسان من اقصى واقصى العقول. شكرا كل الشكر لمجهودك وسعيك الدؤوب لاكرام الحدث ومسرح. شعر منصور ايوه صحيح.
Thank you.